نسخة طبق الأصل من جدتها سوسن بدر، نفس الملامح والضحكة اللي بتفكرنا بشباب سوسن بدر في أفلامها زمان. عاشت سنين بعيدة عن الأضواء وظهرت مرة واحدة مع جدتها، ومش بتفارقها في أي حتة تروحها. بتخطف الأضواء والناس كلها بتسأل سوسن بدر مين العروسة الحلوة دي؟ فتقول لهم حفيدتي ملك روحي. مين هي ملك رشوان؟ وهل يا ترى هتدخل التمثيل وتكمل مشوار سوسن بدر خاصة مع الشبه الكبير اللي بيجمعهم؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. ملك رشوان، كلمة السر في حياة النجمة الكبيرة سوسن بدر، العروسة الحلوة اللي منورة حياتها ومالية عليها الدنيا وبتشاركها كل التفاصيل. ملك تبقى حفيدة سوسن بدر الكبيرة من بنتها الوحيدة ياسمين، وهي أول فرحتها وبالنسبة لها غير أي حد خالص في حياتها. بتعتمد عليها بشكل كبير في كل حاجة، وتقريبا ملك مش بتفارق جدتها سوسن بدر، وبتعمل لها كل حاجة، ده حتى بتختار لها لبسها وفساتينها لما بيكون عندها مهرجان أو إيفنت، وكمان بتعمل لها كل حاجة على السوشيال ميديا. وفي مرة سوسن بدر نشرت صورة ليها مع ملك وكتبت إنها بتعلمها الإنستجرام وكل حاجة في التكنولوجيا. ملك ما بقتش بنوتة صغيرة، بالعكس دي أنسة وبقت عروسة على وش جواز، وقعدت 20 سنة وبتدرس في الجامعة. عندها حب غريب للحيوانات لدرجة إنها مربية بغبغان، وكمان عندها شوية فراشات بتوعها محافظة عليهم في أوضتها. دي كمان شاطرة في الطبخ وحريفة في الحلويات، وعندها موهبة وحب المطبخ على عكس بنات كتير في الجيل ده. وطول السنين دي ملك كانت بعيدة عن الأضواء، ومحدش كان يعرف أصلاً إن سوسن بدر عندها حفيدة شبهها بالشكل ده، لحد ما قررت تظهر مع جدتها في مهرجان من سنة تقريباً، وخطفت الأضواء على السجادة الحمراء وهي واقفة تتصور مع جدتها سوسن بدر، والمصورين ما كانوش عارفين من دي. فسوسن ردت بكل حب وثقة وفخر: دي ملك حفيدتي. ومن بعدها بدأت ملك تتعود على الظهور كتير مع سوسن بدر، ومفيش حد بيشوفهم مع بعض إلا ويسألها عنها بسبب إنها شبهها جدا، والناس كانوا فاكرينها بنتها. بس الحقيقة إن سوسن بدر عندها بنت واحدة بس، وجابت لها 3 أحفاد وأكبرهم ملك رشوان. ملك كبرت ووشها بقى معروف للناس، وبدأت الشهرة والكاميرات تزغلل عينيها، وجديا بتفكر تدخل مجال التمثيل وتكمل مشوار جدتها. ولما سألوها في لقاء ليها مع سوسن بدر هل بتفكر تمثل ولا لا، قالت إنها بتفكر تجرب فعلا. وسوسن بدر قالت إنها مش بتتدخل في قراراتها، ولو هي عايزة تخوض التجربة براحتها، وقالت أنا سايبها بحريتها، معرفش هي عندها موهبة حقيقية ولا لا، ومش هزقها وهسيب إحساسها بموهبتها هو اللي يختار. ملك عندها شغف بالتمثيل وعشقته بسبب أدوار جدتها، وقالت إنها بتعشق كل أدوارها وحافظاهم صم، وبتقعد تتفرج عليها من أول ما بدأ التمثيل. وفي الفترة الأخيرة سوسن بدر كانت حريصة جدا إنها تظهر مع حفيدتها وتاخدها في إيديها في كل حتة، ده كمان على إنستجرام دايما بتنشر صورها معاها وبتعبر عن حبها وفخرها بيها، وبتقول عليها ملك روحي حفيدتي. وقالت سوسن بدر إنها مش متضايقة خالص إن بقى عندها أحفاد كبار، بالعكس هي مبسوطة بملك أخواتها وبتديهم جزء كبير من وقتها وحياتها بعيدا عن شغلها في التمثيل. لكن أول ما بترجع لحياتها الطبيعية بترجع سوسن الأم والجدة الطيبة اللي بتدلع أحفادها ومهتمة بيهم. يا ترى بعد الظهور الكتير لملك رشوان حفيدة سوسن بدر ممكن نشوفها في دور قريب وتبدأ تاخد خطوات في التمثيل وتكمل مشوار جدتها؟ ويا ترى ملك بتفكرك بسوسن بدر وهي في شبابها ولا مفيش شبه بينهم؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.